معايا يا عزم، قاعدين نتكلم الاول. سلام سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنا في مسجد الرحمه قريب زوار وسط المنيا. هنتكلم النهارده على الفكره اللي انتشرت على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره، وهي فكره عرب الكشري اللي بيوزعها على الفقراء بتاع اهل القريه او المنطقه المجاوره. الفكره بتقوم على ان اهل القريه بييجوا بياخدوا علبتين كشري فقير، بيملوهم من الطعام اهل بيتهم، سواء الطعام ده كان لحمه خضار اي زي ما يكون الاكل اللي هيفطر منه، بيجيبوهم في المسجد قبل صلاه المغرب بحوالي ساعه عشان يتم توزيعهم على الفقراء من اهل القريه او من المنطقه المجاوره. الفكره دي انتشرت في الفتره الاخيره في القريه وفي نسبه القريه كلها، لكن هناك صعوبات في الفتره الاخيره بسبب ارتفاع الاسعار. نتمنى من اهل الخير ان هم يدعمونا فيه عشان نكمل هذا المشروع الذي حقق نجاحا كبيرا من فضل الله تعالى.